حل واحد، يا جمعومية يا أن هم يشتغلون والمجلس يعني يوصلون للعدد 6 وينحل المجلس وعقد انتخابات. ما كل هالشكل هذا، أنا ما أنا عارف ليش 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 الأخ عبد العزيز سوى هذه الشغلة. سووا هذول يعني هم حالهم حال الأعضاء هذول، ما قالوا شيء غلط يعني. صحيح وأول مشكلة خلقها معانا إحنا كأعضاء جمعومية، شال إحنا ما إحنا يدد وعندنا أهلنا وأغربانا كلهم. أنا شخصيا شخط من يحاول 80 صوت أمرنا لله، شو نسوي؟ أنا قدام التلفزيون شت بغيت أكسر التلفزيون بكرسي أول أمسات أمس مع نادي كاظم، أقول شو نسوي بعد؟ هذا غدرنا، شو نسوي؟ الحل من وجهة نظرك؟ الحل ما كل هذه انتخابات، الحل ما كل، لأن أنا اللي أعرف الحين هم ما عندهم استعداد يردون. يعني قالوهم يعني 1 2 3 4 مثل ما قال جاسم، ما ممكن قاعد يسمع له، وعنده هو 5 6 معاه داخل المجلس. شوف إلا إذا تالي غيروا رأيهم وهذولا بعدين وقفونا عند حده،